بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متتبعين مدونة تكنوتوكس العربية. اليوم وفي درس جديد من دروس الجيمز سنتعرف على طريقة إعداد خلفية أو صورة عن طريق بطريقة الفلات لاند سكيب. سنتعرف على كيف التعامل مع فرش وأداة التحديد الحر وتناسق الألوان. اولا بسم الله نفتح الجيمب، ناتي الى فايل نيو، نختار 1024 على 768. سنقوم بتعديل هنا، نجعله 1300 وتكون في لاندسكيب اي في عرض طبيعي. اوكي، اعطينا بهذا الشكل. اذا ما كان انشأنا الباك جراوند من قبل اردنا التعديل عليه، نقوم ناتي الى ايميج سكيل ايميج، نقوم بتعديل، فقط نزيل هذه السلسله لكي لا يقوم بالتعديل بشكل تلقائي. مثلا هنا لو كتبت 1400 ستلاحظون ان هنا سيتغير بشكل اوتوماتيكي. اذا لم اريد التغيير بشكل اوتوماتيكي أزيل السلسلة، وهذا إذا غيرت مثلا 600 لن يتغير، هنا سيبقى بنفس الحجم. كنسل. الآن سنختار الألوان. الألوان سنلجأ إلى موقع ملوان، موقع عربي ملوان كما تشاهدون هنا. ملوان، منصة إلهام لوني عربي صنعت بشغف بواسطة زيد إدريس ومسعودي عبد ومسعودي عبد العالي 2016. الموقع هام ومفيد جدا، شكرا لمطوري هذا الموقع الجميل. الآن سنختار هذه الألوان. هناك مجموعة من الألوان التي تأتي بشكل متناسق فيما بينها، يمكن اختيار ما تريدون، لكن هذه الألوان هي الأساس في هذا العمل الذي سأقوم به اليوم. أختار اللون الأول ثم إلى جيمب، change foreground foreign ground color هنا، ثم أقوم بلصق الكود اللون، ثم أسحب اللون إلى الخلفية، ثم أتي إلى خلفية، add create a new layer transparency تكون شفافة، أنشأنا طبقة شفافة جديدة. ثم نأتي إلى أداة التحديد الحر free select tool ونقوم بإنشاء تضاريس على شكل جبال. مرة أخرى من ملوان، هذه المرة سنبدأ من يمين اليسار لكي تكون الصورة من أغمق إلى أفتح حتى نصل إلى اللون الخلفية هنا. لصق اللون باست، سحب اللون إلى مكان التحديد. لإزالة التحديد نقوم بضغط على زر الفأر الأيمن وسط الصورة select none. نأتي إلى background مرة أخرى، نقوم ب إنشاء طبقة جديدة، أداة التحديد الحر مرة أخرى، قوم هذه المرة بإنشاء سلسلة جديدة. ثم الآن نأتي نختار هذا اللون، نلصقه هنا، لكن هذه المرة لن أعمل بهذا اللون بهذا الشكل، سأقوم بجعله أغمق نوعا ما. أتأكد أني اخترت اللون هذا اللون،
past قوم بجعله أغمق قليلا هكذا. أوكي ثم أسحبه إلى هنا. أعطينا هذا الشكل. Select None Background مرة أخرى. Create a new layer. أوكي الآن نقوم بإنشاء سلسلة جبال أكبر قليلا. نختار اللون الأخير. سأغير لون، سأختار هذا اللون الذي قمت بفتحه سابقا. أوكي هكذا جيد. ثم background new layer مرة أخرى وطبق سلسلة الجبال الأخيرة. ثم نختار هذا اللون الأخير لصق. أوكي آسف ليس هو هذا اللون. باست. أوكي هذا هو اللون. سيلكت نون. أعطينا سلسلة جبلية أو مجموعة من السلاسل الجبلية بهذا الشكل. نأتي background ثم نقوم بإنشاء طبقة جديدة. نقوم هذه الطبقة الرابعة سأقوم بجعلها هي الأعلى. الآن سنجعلها هي بها مجموعة من الأشجار. نأتي الآن إلى فرش. سنقوم باستعمال مجموعة من الأشجار التي قمت بتحميلها من قبل. هيا أشجار. سأختار هذه الشجرة. قم بتكبير قليلا. سأجعلها باللون أخضر غامق نوعا ما. بوضعها بهذا الشكل.
نمشي مرة أخرى إلى الأشجار، سنجعل اللون أغمق أكثر وأصغر. بهذا الشكل. إذا أردنا أشجار أبعد نقوم بتصغير أكثر. أقوم بوضعها بشكل عشوائي لضيق وقت الفيديو المخصص بهذا الشكل. الآن نأتي مرة أخرى إلى background create new layer. هذه المرة سنأتي إلى ellipse select tool أداة الدائرة. نقوم ب إنشاء دائرة والضغط على كنترول لتأتينا بشكل أو شيفت عفوا لتكون دائرة متساوية الأقطار. قوم بسحبها إلى هنا. نأتي مرة أخرى إلى منوان ثم نختار هذا اللون الأخير. باس أوكي ثم أسحبه. ثم سيلكت نون. أقوم بإنشاء طبقة جديدة مرة أخرى ثم اختار الفرشاة، او قبل اختيار الفرشاة ذات التحريك واحرك الشمس الى الموضع الذي الموضع النهائي الذي ستكون عليه، ثم اضغط على layer to image size لان سايز او خارج الايماج الشمس خرجت عن الاطار. نقوم ب image to size تعود الى الاطار كما كانت. ناتي الى layer الفارغ الذي انشاته ثم فرشاة اجعل
شكل قياسي، اختار هذه الأداة ثم اللون الأبيض، قم حاول إلى مركز الشمس وانشئ لي تعطيني لون بهذا الشكل. شفافية. الآن مرة أخرى إلى الطبقة العلوية، نيو لير، فرشاة. هذه المرة سنقوم بمحاولة جعل استعمال فرشاة طائر، جعله أصغر. اختار اللون الأسود أو يكون بني نوعا ما أو رمادي هكذا. نختار بعض الطيور الأخرى كالطيور المهاجرة، جيد. في الأخير نأتي إلى background، نضغط زر في الأرض الأيمن merge visible layer، يعني يقوم بدمج جميع الطبقات المرئية. merge ثم color curves أسف، سأقوم بالتراجع عن بكنترول زد، كنترول زد سأقوم بالتراجع عن أي الخطوات السابقة. قبل ذلك آتي إلى طبقة الشمس ومن مود أختار هارد لايت في هذا الشكل. أنا ذاك أعيد ميريش لاير ثم كورس هكذا. يمكن التحكم حسب الصورة وحسب الألوان المستعملة. ثم نأتي إلى ليفلز، أوكي، ثم كولر بالانس، التحكم في الألوان، أوكي. أظن أن الشكل مقبول إلى حد بعيد، كانت بشكل سريع وبدون إعداد مسبق، فقط من أجل إظهار الفكرة. ممكن أن ترون إبداعاتكم وتطبيقاتكم. هناك أمر آخر أريد الإشارة إليه بالنسبة للفرش، خاصة بالنسبة للفرش، موقع رائع هو ديفيانت آرت، يكفي الدخول على الموقع ديفيانت آرت. هذا هو الموقع .com او .com ديفيانت آرت.
يكفي اتيان الى الموقع ونكتب جيمب. اتيك بمجموعة من الفرش التي تساعدك في العمل على الجيمب، مثلا الاشجار، النباتات، العيون، رموش، اوراق اشجار، هنا اشجار اخرى، دخان، مجموعة من الفرش. هنا استعملنا الاشجار، يمكنكم تحميل اشجار، وستجدون حتى الخاصة بالبيرد او بالطيور هنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.